جزاك نعم صبح على كل باسمه. صبحك الله. وبسعود بختصر لك الحديث. صارت القرعه في كان التوجه قبل على لجنه المسابقات اللي كان يتراسها جابر الزنكي ابو علي صبح عليه الخير، كان التوجه ان قرعه كاس سمو ولي العهد غير عن قرعه كاس صاحب السمو امير البلاد. كان التوجه ايضا ان قرعه كاس الامير ان تكون مو موجهه، تكون شامله. وحطوا القرعه كان بعد ما تدري بعد عقب ما صار التدوير من رئيس لجنه المسابقات الى رئيس الحكام ومسك رئيس المسابقات اخوي ابو فيصل. يعني اخونا خالد شمري هو اللي سوى قرعه كاس الامير. ايه نعم. وكان حتى بعد موجود من ضمن اللجنه اخوي ابو حسين علي كنكوني، انا صار لي بيني وبينه اتصال من فتره واكد الكلام هذا ان ان ان, إن القرعه راح تكون شامله. فصار في حديث بيننا احنا مدراء الفرق والمشرفين ان كلنا متفقين على حسب ما صارت اول قرعه ان قرعه كاس سمو امير البلاد راح تكون شامله، يعني حلو ما راح تكون موجهه. فتفاجئنا بعدين انه يقول لك لا هي راح تصير على مجموعتين، لان احنا قلنا راح يتراس المجموعه الاي اللي هو نادي الكويت لانه هو صاحب البطوله الموسم اللي طاف، والقادسيه بحكم انه الثاني. فاحنا قلنا يمكن حطوا المجموعه هذه والمجموعه هذه على اساس انه يعني مجموعه A تلعب بيوم ومجموعه B تلعب بيوم، وكان التوجه ان تلعب القرعه شامله ما هي موجهه، لكن انصدمنا بعدين انها راح تصير موجهه حسب المجموعه. وطبعا كلمت اخوي ابو فيصل صبح عليه بالخير، قال احنا استانسنا براي القانوني المحامي اخوي صالح القحطاني اللي هو مؤسس القانون لجنه المسابقات، مثل ما دام انتم حطيتوا مجموعه A ومجموعه B راح تتمون على المجاميع هذه، لكن احنا اللي حضروا القرعه كانوا الكل يعني صار اتصال مع كم مدير فريق واداري انه راح تصير قرعه شامله. اوكي لما اتفقتوا ان القرعه شامله كان بحضور الاخ خالد الشمري؟ كان ولا الاخ خالد جابر الزنكي؟ لا كان موجود اخوي خالد الشمري. وهو متفق انه شامله، انه ما فيها ما تكون موجهه. هو يعني هو اول يعني من فتره صار اتصال بيني وبينه واستانس برايي، قال لي انت موجود شنو كانت فهمكم لها؟ قلت له احنا اللي فهمنا لان قرعه شامله ما هي موجهه. شي قلت احنا هذا اللي صار، يعني حتى اخوي ابو طارق لجنه المسابقات عضو لجنه المسابقات عباس دشتي او عباس، فالكل عارف ان القرعه راح تكون شامله ما هي موجهه. لكن احنا ما يهمنا يا ابو سعود القرعه لا بس لا 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 الامر هذا في المفروض لائحه هذا الامر ما المفروض ما يعني ما يمر مرور الكرام يا اخوي. احنا ابو سعود شوف هي من البدايه المفروض انه يعني قرعه شامله ولا موجهه يتحدد من البدايه لنا، ما صحيح تكون انه من البدايه. لا انت على كلامك انه هو حددها شامله الاخ خالد شمري من البدايه. هي كان كلامهم انه شامله بس خلاص لجنه المسابقات كلها كانت تكون شامله. لا بس بعدين لا احنا حددنا لما تتغير انت في لائحه؟ لا ما في لا لائحه. مو واضحه باللائحه. ما في لائحه؟ ما في. لا ما في لائحه. ما في لائحه. شوف ابو زين خل اختم مع اخوي بدر. تبي تضيف شيء اخوي بدر؟ لا والله بس اصبح عليكم ان شاء الله. مشكور. لما اقرر انا بس خليك يختم عفوا. نشوف الوضع شنو راح يكون. نعم شكرا لك. وانا ادري طبعا احنا ادري يمكن الاخ خالد شمري الان نايم، لكن هذا من باب سواء ذكر اسم الاخ خالد شمري او الاخ عباس دشتي حكم انه في لجنه مسابقات. لا نائب رئيس لجنه. او نائب رئيس اللجنه انه اذا حابين يوضحون او يعلقون على الموضوع شنو ما عنده وقت شنو تعليقك؟